فرح اليوم لبسة العيد لبسناها وكل شيء تمام، بس بنرجع بنحكي لو اني اشتريت قطع عملية أكثر أو أستفيد منها لكل يوم، فمن خلالك من خلال خبرتك رح نحكي كيف ممكن نستفيد من القطع الرسمية ونرجع ندخلها للقطع العملية أو لكل يوم. هلا أكيد دائما عنا العيد بنحب إن نلبس إشي مبهج ودائما بنحب نلبس إشي جديد. نعم. بس زي ما حكيتي دائما بعد العيد بصير أحكي يعني يا ريتني استثمرت بقطعة أستفيد منها أكثر. صح. أستفيد منها أكثر للدوام، للطلعات اليومية. فدائما ممكن نتجه أو نستثمر بقطعة إنها تكون عملية وبنفس الوقت أقدر ألبسها بطريقة فورمال، تسمي فورمال كاجوال. مزبوط. كثير بالفترة الأخيرة شفنا عنا تحول بعالم الأزياء خصوصا بعد كورونا. نعم. فصار عنا الناس تتجه لللبس المريح أكثر. حتى القطع الفورمال صرنا بنقدر نلبسها بطريقة كاجوال. صح. لما أنا بقدر أنسقها مع سنيكر أو مع فلات سليبرز أو مع شوز مريح. فمثلا خلينا نحكي بالعيد شفنا كثير الفساتين. نعم. فالفساتين الملونه الزخرفه اللي فيها كشاكس فبقدر انا استفيد منها بعد العيد اني البسها مع سنيكرز مثلا. أيوة. بقدر البسها مع يعني الفساتين ممكن نرجع نستفيد منها انه ما تكون مع كعب. بالضبط. ممكن استغني عن الكعب في ايام العاديه والبسها مع حذاء او مع حذاء مريح مثل السنيكرز او مع فلات سليبرز اللي برضه انتشرت عندنا بالفترة الأخيرة كثير. نعم، طب موضوع عم نشوف مثلا على الشاشة البليزرز أو الجاكيتات بشكل عام كمان، فرح كيف ممكن ننسقهم بطريقة تكون مش رسمية 100%؟ أول شيء عندنا البليزر في أكثر عندنا من ستايل وأكثر من موديل. هلا دائما دائما البليزرات إذا بدنا نلبسهم بطريقة كاجوال ممكن نلبس معاهم السويت بانت او الدينم بانت اللي هم البلاطين الجينز او البلاطين الرياضيه. واكيد عشان ناخذ اللوك يكون كاجوال اكثر بنقدر نستغني عن الهيل ونلبس بداله حذاء مريح. نعم. مع البلاطين الجينز خصوصا هلا عندنا كثير طالع موضه الكارجو جين. نعم. بتعطي عندنا لوك كاجوال ومريح مع شوز الرياضه. فأنا هون بقدر استغل قطعتي اللي هي البليزر بالايام العاديه بطريقه كاجوال لما انا انسقها مع البنطلون الجينز او بنطلون الرياضه او حتى عندنا الليجنج. نعم. والحذاء. وممكن اذا بدي اياها لسهره ليليه او لمناسبه لحفله بقدر البسه مع بنطلون فورمال او تنوره والكعب العالي. نعم. فالبليزر عندنا قطع مهمه كثير بالخزانه لاني بستفيد منها بدوام بحفلة باجتماع بمناسبة عشاء. نعم. صراحة هي من القطع المهمة جدا عندنا بالخزانة. نعم. طب بدنا نرجع لفكرة زي ما حكينا بعد كورونا أو بشكل عام صرنا نميل أكثر لللباس المريح، هل يجب حتى يكون شكلنا يعطي المظهر الرسمي التوجه إلى الكعب العالي ولا ممكن نكون مرتاحين بس في انطباع رسمي بشكل عام؟ هلا الحذاء عندنا في عالم الماني اسمه بيسينسل بحكي لك ان المراه اكثر شيء بخليها تحس بانوثتها هو الحذاء. نعم. فلك ان تتخيلي قديش الحذاء مهم في ستايلك او بستايل الذات بشكل عام. بس هذا لا يعني ان انا اذا بدي اظهر انه ما تكون مرتاحه. بالضبط. فانا عشان اكون انيقه مش لازم اكون لابسه هيل كعب عالي. أناقتي بطلت مقترنة على الكعب العالي. نعم. زي ما شفنا بالفترة الأخيرة مثلا مثل الماركة العالمية كوتشي راحت للنوفر صارت تعطينا لوك كثير رسمي وأنيق وأنا لابسة حذاء فلات. نعم. لكن كانت عم بتضيف عليه بعض اللمسات اللي عم بتخليه أكثر أنيق. وشفنا بعض الماركات العالمية أضافت الأحجار الكريمة على الفلاست سليبر فلاست شوز فصارت تعطيني لوك انيق لما انا بدي البسه على مثلا على فستان على تنوره على بليزر. فبطل عندي الحذاء العالي اللي هو الكعب العالي مقترن بالاناقه. انا صرت بقدر البس اللوفر اللي هم السبسايدز او عندنا السليبر اللي هي مرصع ممكن بالاحجار او باللولو او بالستار. نعم. سوري بالستراس.
فصارت عم تعطيني اللوك اللي انا عم بدور عليه. نعم. وبنهايه اليوم انا بكون لابسه شيء مريح. صحيح صحيح. بدي اشكرك فرح عاشور على هذه النصائح السريعه، وكل عام وانت بألف خير. شكرا لك فرح.